فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض مواسير المياه تكون قديمة ويخرج منها ماء أصفر فيه صدع، فهل يستعمل هذا الماء؟ قالوا إذا كان تغيره بسبب المجرى أو بسبب مقر أو بسبب ما تطير الرياح فيه من الأوراق، هذا ما يضر، هذا يشق صون الماء عنه، يقولون هذا مما يشق صون الماء عنه، هذا ما يضر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.